الأخير حبيبتي تقول عندي شعور عدم الانتماء لأهلي، إيش الحل؟ السؤال هو في مشكلة ولا ما في مشكلة؟ شوفي، هو قصة الانتماء هذا واحد من الخزانات الرئيسية اللي لازم الطفل يكون انبنت عنده بشكل صحيح، وإذا ما انبنت عندك فما المفروض تنبين نفسك لأنهم هم ما بنوها. بس في نفس الوقت القصة أنه أنت هذا الخزان ما المفروض يكون تعبان، ما المفروض يكون مضروب، فأنت لازم يكون عندك القدرة أنه أنت تشبكين الكهرب تفصلين الكهرب، هذا المفروض. تقول لك سوية، إذا أنا غضبت بسرعة أبكي أو أنفعل ما أقدر أسيطر، وزوجي إذا شافني كذا احتقرني. Oh my God، أنت مجمعة كل القصص مع بعض. يعني أنت غضب، خوف، عار، كلهم مع بعض متطابقين متراكبين على بعض كذا ومركزين. Oh my God، يعني مرة مزعج صراحة، مرة مزعج. فلو رسمتي خريطة المشاعر بتبين معاك أكثر. ترى يصير مرات كذا، يصير مرات موقف تصير أنت تعبر عن شيء وجسمك يقول شيء ثاني. يعني مثلا أنت معصب أوكي وتهاوش، بس جسمك منهار كأنك انت حزين، وشعورك انت تعبر عن شعورك بشيء ثاني، تقول انهم احتقروني او اني كنت ابغى اهج اوكي، فانت تقول او ماي جاد هذا غضب على خوف على عار على تأنيب على وش هالتمركز، كل هالمشاعر كلها في لحظة واحدة مع بعض. فهذا يحتاج انك تشتغلين على شعورك، يحتاج يعني لا تخلي نفسك انت مهمه. لو ابغى اقول ابدي في ايش، ابغى اقول ابدي بالعار، لانك لو تحررت من هذا الموضوع بيكون الشعور مختلف، على الاقل تعبرين عن القصه. طيب، معنيه الشهر الشعور اللي على سطح الهدوء، ما هي ابرز المشاعر اللي ممكن تطلع عني؟ معنيه الشهر كل شيء ما تتخيلين، عندنا طبقات كثيرة ممكن نحن أنا من يوم بدأ الشهر ما وقفت القصص ولا وقفت الأحداث ولا وقفت الأشياء ولا وقف. Oh my God، كل شيء تطوير الجسد المشاعر. أنت تتكلمين يعني على تلحقين على إيش ولا توقفين على إيش؟ كل شيء، كل شعور ممكن إنه يكون على الطاولة. ما أدري واحد فيهم. تقول لك طلع عندي غضب وإيجو، طلع عندي تأنيب. أميرة حبيبتي تقول تعرضت في المراهقة لتنمر شديد حتى أصبحت أحس أن نفسي أصغر من جسدي، مثلا أحس أن لدي نفسي جسد أصغر من نصف. أميرة، حسب ما فهمت من سؤالك تحسين أنه أنت يعني جسدك هذا مو تبعك، فأنت أصغر، كان في جواتك كده نفر ثاني زي ما نقول أصغر. حبيبتي أنت موجع، والله موجع، ما هو هين اللي تعرضتي له والألم هذا، أنك أنت يعني شعرتي بالعار حتى استصغرتي نفسك، حتى يعني صغرتي من نفسك لهالدرجة، ويعني حاولتي أنك أنت تدفنين نفسك كذا تختفين. هو العار ترى هو كذا يحب يختفي، يحب يختفي ويصغر يصغر يختفي. وعندك دائما الحق وعندك الريموت كنترول انك انت تتحركين تضبطين هذا الموضوع وتنظفين كل القصة اللي انت مريتي فيها. تقدرين تحضرين جلسة الثقة بالنفس، راح تساعدك كثير كثير، راح تساعدك. ما تبغين تحضرينها يعني ابحثي عن حل، بس لا تخلين نفسك. يعني مو معقول انه هالقصة يعني من المراهقة وهي ما زالت موجودة، شيء كثير مزعج. وقد تجدين في حياتك الواقعية تجدين أشياء تقولين ليش سوالي كذا،
ليش عطوا فلان ولا عطوني، ليش المنصب راح لفلانة، ليش أنا كنت أستاهل، أنا جيدة بالقدر الكافي بس ما حظوظي ما تعطيني. فتلقين كل الموضوع يرجع لهذه القصة. فما ودك صراحة أنه أنت تخسرين حياة جيدة عشان موضوع يعني قابل للتصحيح، قابل أنه يتصحح. حبيبتي الله يقويك. في سؤال بس أستحي أكتب على العام، أنا أقول لك وش تسوين، أحضري جلسة الثقة، هو غالبا مرتبط بالعار، فجوابه أحضري جلسة الثقة. صح؟ متى تستسلم الروح؟ كيف تستسلم؟ ايش دخل انها تستسلم؟ ما هذا قاعد تتفرج وتضحك، تصيح تضحك، ما لها علاقة، ما لها علاقة. ناخذ آخر سؤال. وفا حبيبتي تقول هل اللي يبثرنا بالوناسة والطقطق والضحك مشاعره جيدة ولا ثقيل دم؟ انتي تكلمين في السوشيال ميديا ولا تكلمين في العائلة على أرض الواقع؟ في السوشيال ميديا لا، الموضوع مادي، ما يمكن هو يصيح بس يحط لك نكتة عشان تضحكين، ما لها دخل يعني. هذا البزنس وهذا خدمة العملاء، يعني انه خلاص العملاء اللي يتابعونه يبغون هذه القصة. فهو سواء كان اليوم حزين، سواء كان اليوم زعلان، سواء كان اليوم ما له خلق، سواء يحط نكتة، يحط نكتة، يحط نكتة. معقول الناس سووا فولو عند حساب اسمه نكت وبعدين يقعد يصيح علينا؟ صح ولا لا؟ ما هي معقول، ما نقبل، ما نرضى. فتقولين اوه والله انه خفيف دم، والله انه وسيع صدر. لا، مو بشرط، مو شرط قاعد يصيح، يمكن عنده حالة وفاة، يمكن خسران هدف من الأهداف المهمة في حياته ويشعر بيأس وكذا، بس خلص هو التزم بقصة بيكملها. بس تبغين تقولين لي في الحياة الاجتماعية، يعني شخص مثلا قريب منك، أخوك، صديقتك، يحبون يعني الوناسة والطقطقة والضحك، والله يسعدك يسعدك. أجل تبغين أحد يعني يحب الصياح والنكد وعيش دور الضحية، ودك بهالنموذج؟ ها ودك تقول كله ثقيل دم، اللي ضحك صار ثقيل دم؟ أفا عليك، أفا يوفا، اللي ضحك ويعني يطقطق صار ثقيل دم؟ شلون تبغين تجي واحدة تقعد تنوح عليك وتحكي لك آلامها وأحزانها من يومها صغيرة وزوجها وش سوى فيها ويوم اتطلقت وعيالها ومشاكل عيال؟ هذا النموذج اللي تبغين عشان تحسين انه تمام؟ اي كذا تمام، كذا تمام، الامور تمام وطبيعية. بس احد يضحك؟ لا لا، ما هو طبيعي، ما هو طبيعي يضحك ومبسوط، ما هو طبيعي. الطبيعي ان تجي واحدة تغثك بكل قصصها وآلامها واحزانها. وفاء بليز استيقظي، بليز. صديقتي تقول كيف نختار شعور إيجابي ونطوره؟ خليني أبقى أقول لك. أول احتمال أو أول خيار إنه تقولين أنا أبغى أعيش هذا الشعور، أنا أبغى أجرب هذا الشعور. أنا حاليا مثلا أبغى أعيش شعور الحب، فهذا هو التارجت حقي، فأنا مشتغل، قاعدة أشتغل عليه، قاعدة أشتغل على هذا الشعور، أفهم هذا الشعور، أطور هذا الشعور، أحط الأدوات اللازمة للوصول لهذه المرحلة، قاعدة أشتغل عليه. فهذا أحد الخيارات، لأن تقولين أنا أبغى هذا الشعور فتشتغلين عليه، يعني خطوات، خطوة ورا خطوة ورا خطوة لما توصلين لهذا الشعور. وطبعا قد تجدين أحد يساعدك في الطريق هذا، تلقين مثلا أحد يشرح لك الموضوع، يعطيك تمارين للموضوع وتوصلين. ومرات ما تلقين، مثل بالنسبة لي شعور الحب ما هو هين أنك أنت تلقين أحد يعني يشرح ويوضح يحطك في هذه المنطقة، ما هو سهل، ما هو سهل، لأن الأشخاص اللي موجودين هناك تقريبا يمكن ما هم موجودين في السوشيال ميديا، أو قد ما يعبرون عن هذه القصة في السوشيال ميديا وما يشرحونها وما يوضحونها وما ينقلونها. ومرات أنت أصلا تحسين أنه كأنه عندك بدايات شيء، كأنه عندك بدايات شيء، تحسين أنه مثلا خلنا نقول في قصص من الماضي بديتي انت تتقبلينها، كانت كذا قاعدة في حلقك صرتي تتقبلينها، في مثلا موضوع صار لك فترة قاعدة تفكرين شلون تتقبلينها، يعني انت لقيتي نفسك يعني
بعض أجسادك متجهة لهذا الشعور فتقول أوكي، بما أني أصلاً كأن عندي إشارات تقول أني أبغى أروح لهذا الشعور، خلني أشتغل عليه أكثر. هذا بيكون أسهل من الأول. الأول هو هدف أنت رايحت له، ما أدري متى نوصل، ما أدري، عندنا كارما، عندنا كارما، عندنا طاقة، ما عندنا طاقة، يعني ما ندري عندنا أرضية كافية أن نوصل هناك، ما ندري. بس الثاني عندنا دلالات، عندنا إشارات أنه أوه واو أصلاً هذا هو الشعور المحتمل القادم. يعني لو خليتي نفسك بعد 10 سنوات يمكن توصلين لهذا الشعور already لو بدون شيء، بس بما أنك انتبهتي بعض الإشارات خلينا نركز عليه ونكثف هذا الشعور، فكذا تختارين هذا الشعور الإيجابي. صديقتي تنتقدني طوال الوقت، تحب تبان أنها فاهمة في كل حاجة وأنا لا أفهم، عجيب. شيمة، أي يصير موجودين هذول الناس، هي أفهم واحدة في الكون وفي الوجود، هي كل اللي تقوله صح وانتي غلط، هي عندها جسد فكري متضخم، متضخم جدا. أوه أوه، بعدي عنها. ما أقصد بعدي عنها، أقصدنا يعني هي، يعني شعورها أنها هي فاهمة، وقد يكون عندها شوية خبرات في الحياة، وعندها فصاحة، عندها يعني قدرة على الكلام وعلى صفصفة الكلام واستحضار الأمثلة والأدلة. فخلاص اجتمع لها أشياء فتحس أنها خلاص هي اللي فاهمة، والجميع كلهم أغبياء ومغفلين وما عندهم سالفة. وطبعا هذه رسالة تقول لك أنك أنت تحتاجين أنك تثقين بنفسك، تحتاجين تثقين بنفسك، وأنه صراحة لا تسمحين لها أنها هي تعطي نصيحة مثل ما بغت. معلش معلش، أبغى نصيحة، أعرف وين أروح وأسمع النصيحة، أعرف كيف أطلبها، وأعرف المكان اللي أروح وأسمع النصيحة. كيف أعرف أن الخوف طبيعي أو يحتاج إلى تنظيف؟ لما يوقفك عن شيء، إذا الخوف منعك عن شيء أو وقفك عن شيء أو أثر على أي شيء في حياتك أو أخرك، حتى لو أخرك دقيقة، لو خلاك تترددين في قرار، لو أخرك عن الاجتماع أو أخرك عن المقابلة الشخصية، لو خلاك يوم من الأيام تغيرين ملابسك عشانك خايفة، لو خلاك تكنسلين طلعة عشانك خايفة، لو خلاك تقررين قرار أو تلغين قرار، معناها خلاص، معناها هو قائد ويتحكم ومسوي فيها شيخ، ومو بس في المجلس قاعد يعيث في الأرض فسادا في كل القصة. فهنا لا، الحين لازم نضبطه ونتدخل وننظف. عموما ترى الواحد يحس، يعرف الخوف ما هو شعور خفي، ما هو من المشاعر الخفية، ما هو مثل العار ومثل التأنيب ومثل، يعني اللي يعيشون الخوف متأذين منه يعرفونه، وهم على فكرة الخوافين أسرع ناس يحطون الموضوع على الطاولة، أسرع ناس يحطون الموضوع على الطاولة، بس مشكلتهم يخافون من التغيير ويخافون من الشخص اللي بيساعدهم على التغيير. يعني تلقى الخوافين خايفين مني أنا، يقول أحضر عندها هذه المادة، أخاف أنها تخطف عقلي، أخاف أنها تغير معتقدة كذا. ولا هم أكثر ناس على طول يعرفون أنهم خايفين، على طول يحطوا الموضوع على طول يعترفون بالمشكلة، لأنه مرة مؤذي هذا الشعور، ويبين ويحوس الحياة، يخربط الحياة، وتقدر تشوفه على طول، تقدر تشوف أنك أنت قررت كذا عشانك خايف، ما سويت كذا عشانك خايف، ما رحت عشانك خايف، فعلى طول يعني يكتشفون أنفسهم ويعترفون يحطون على الطاولة. بس ممكن يتأخرون لأنهم أيضا يخافون من المساعدة، يخافون من خطوة التغيير، يخافون من اللي بعده. يعني أحس أني تخطيتها، بس مرات أسترجعه وأسترجع الحنين. ما تخطيتي، ليش تضحكين على نفسك حبيبتي؟ Thank you. ما تخطيتي، ما زال موجود، 274,000 لايك. Thank you، شكرا جزيلا. طيب يا جماعة طولت عليكم، شوفوا الفيلم، راح نناقش الفيلم إن شاء الله منتصف الشهر. وإذا تبغون تستفيدون أكثر من موضوع رسائل الجسد المشاعر، تكلمت عنه في قصة الشعور اللي ما حط النية حط النية، وخلفية الجوال موجودة في تويتر وموجودة في أحداث الشهر على الموقع. نشوفكم إن شاء الله بكرة، تصبحون على حب.